عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. ومنورني ومشرفني النهاردة نجم نادي الزمالك السابق كابتن وائل عبد العاطي، منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك. والمدير الفني المنتخب 2008 مزبوط. صح كده عشان بس أبقى قايلة التايتل كامل يعني. مزبوط. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يعزك. إيه الأخبار؟ كله زي الفل الحمد لله في نعمة. إيه الدنيا عاملة إيه مع المنتخب؟ والله الحمد لله الدنيا ماشيه تمام. عندنا ماتشين مع منتخب الاردن 2004 يوم 21 ويوم 25 ان شاء الله. طبعا الاولاد في الفتره ديت عندهم امتحانات كتيره، لكن ان شاء الله قدرنا نوفق مجموعه تبقى متفرغه في الفتره ديت، وباذن الله نقدر نعمل الماتشين الاولاد يستفادوا منهم. ان احنا في مرحله التكوين لغايه دلوقتي، احنا من شهر 12 او من شهر 11 تقريبا اختبرت 580 لعيب. وصلنا دلوقتي معانا 32 لعيب. ان شاء الله لما نخش المعسكر الاولاني يوم 1/6 باذن الله هنصفيهم ل 22 لعيب او 24 لعيب باذن الله. اوكي. انت في العادي بتسافر بقى البطولات او اقرب بطوله عندكم انت رسميا؟ عندنا بطوله العالم للمدارس هتبقى في البحرين ان شاء الله، يا في شهر 10 يا في شهر 11. اوكي. فهي دي اللي احنا المفروض بنستعد ليها، ومفروض بعديها في بطوله افريقيا باذن الله للسن دوت، لان السن 2008 استحدثوا كاس عالم تحت 17 سنه. كل جيل عندنا بيلعب 2 كاس عالم، كاس عالم تحت ناشئين وشباب. ناشئين وشباب عملوها دلوقتي ان هم تحت 17، تحت 17 وتحت 19 وتحت 21، يعني الجيل ده هيلعب 3 بطولات. كل الاجيال بتلعب 2. الجيل دوت هو اول جيل هيتطبق عليه الكلام دوت. هم عندهم كام سنه؟ 2008 16 سنه. 16 سنه. 16 سنه. فاقرب بطوله عالم هتكون امتى؟ 25 السنه الجايه باذن الله. 25 باذن الله هتكون. دي اللي هي تحت 17. دي تحت 17 سنه، دي هتبقى اول بطوله للسن دوت. وهتكون فين بقى؟ لسه لحد الان لسه ما اتحددتش، بس نامل من ربنا ان هي تبقى موجوده في مصر باذن الله. يا رب. نامل يا من رب. ربنا باذن الله. مصر دايما بقت على اتم الاستعداد، عندك بنيه تحتيه، عندك صالات، عندك دعم من القياده السياسيه. مزبوط. للرياضه بشكل عام. خدنا اعتقد بقاش جديد علينا بصراحه. قريت خبر تقريبا ان احنا اخذنا السوبر جلوب، واخذنا مصر اخذت السوبر جلوب ثلاث سنين، واخذنا العظماء السبعه تقريبا. فدي حاجه في مجال الهاندبول حاجه كويسه جدا. يعني في مجال الهاندبول ان انت يبقى بلدك بتستضيف احداث كبيره زي ديت، فدي بتبقى حاجه كويسه. ثقه التحدي الدولي. بيفرق معاك يا كابتن وائل في انك يعني بتعزز الملف بتاعك عشان استضافه الاولمبياد. مظبوط. دي بتعزز. دي نقطه. ونقطه ثانيه، في افاده شديده جدا للاعيبه والمدربين. طبعا. انت بدل ما بتقعد تتفرج في التلفزيون على السوبر جلوب اللي هم افضل فرق في العالم، انت اوريدي هي موجوده عندك على ارضك، فهتخلي اللعيبه الصغيره تروح تتفرج، تخلي المدربين تتفرج، فالامور بتبقى كانها كورس، تاخد كورس مجاني. وممكن تعمل اوريدي سيمينار على هامش البطوله. اوقات بيحصل الكلام دوت. اوقات بيحصل سيمينار. بالظبط. اوقات بيحصل الكلام دوت، بيبقى في دراسات مثلا زي الدراسه سي او الدراسه بي او دراسه ايه بيكررها الاتحاد الدولي، ممكن يعملها على هامش البطوله. صحيح صحيح. طيب كل الدعم والتوفيق ليك يا كابتن ان شاء الله في الفتره المقبله. وعايزاك تكلمني بقى عن بشكل عام كده الاول مباراه الاهلي والزمالك في الدوري، شايفها ازاي؟ الدوري السنه دي مختلف عن كل سنه. كان باستور اللي هو المدرب الاسباني كان طلب ان يتعمل بيست اوف 3 اعتقد، اللي هي اول وثاني الدوري، مش بتخلص بنتيجه دوره مجمعه، لا هيلعبوا ثلاث مباريات، ونتيجه الثلاث مباريات دولت هو اللي هيكسب مثلا مباريتين هو اللي كسبان الدوري. وديت بتبقى فيها استمراريه كبيره، ممكن انا يبقى عندي لعيب مصاب في الماتش الاولاني لو هو ماتش واحد، فبالتالي ممكن اخسر، لكن هو مديك ثلاث فرص، الماتش الاول والماتش الثاني والماتش الثالث. قوه الفرقه بقى بتبان هنا، قوه البنج عندك بتبان هنا، قوه ان انت بتوزع وتعمل روتيشن للعيبه اللي عندك. الماتش الواحد احسن ولا الثلاثه؟ احسن دي بتبقى فيها نوع من اللك شويه. ممكن انا بقول لك عندي لعيب مصاب، ممكن عندي لعيب مش في حالته، لكن لو حصل دوت وخسرت مثلا الماتش ده فانت عندك اعاده، ممكن تقدر تكسب. الماتش الثالث لو انا كسبت ماتش وخسرت ماتش، فعندي الماتش الثالث ده بنسبه كبيره جدا بيبقى هو بيبين مين البطل، مين اللي عنده روح ان هو يكمل النهايه. ممكن يبقى فيه هزه شويه في فريق اليد بتاع الزمالك الفتره اللي فاتت. مش هقول ان هي حاجه وحشه، لكن بتبقى تفويقه. بتبقى حاجه كويسه ان هي تفوق الناس. تفوق اللعيب، تفوق الجهاز، لان نادي الزمالك نادي كبير في كره اليد، مدرسه.
ما ينفعش نخسر مباراة واتنين أو بطولة ورا اتنين. عارفين إن هي في حتة إحلال وتجديد، لكن اتعودنا إن نادي الزمالك بيكسب. واتمنى التوفيق الفتره اللي جايه، اعتقد الناس هتبقى مركزه بشكل كبير. نفس الكلام هتلاقي النادي الاهلي مركزين، كل واحد عايز يكسب. يعني مجهود السنه كله بيبقى في ماتشين. يعني الماتش الاولاني لو كسبته وخلصت على الماتش الثاني انا كسبت الدوري، مش عايز اجله الماتش الثالث. فده اعتقد ده الروح اللي موجوده في الثلاث ماتشات اللي جايين في الفرقتين. ضربه البدايه الماتش الاول بتشوفه ازاي؟ الماتش الاول هي عامله زي الملاكم، اللي هيعرف يخطف اللكمه الاولانيه هو الكسبان. فبالتالي هي محتاجه قمه التركيز. اشوف الاخطاء اللي حصلت في سوبر افريقيا وفي بطوله افريقيا، ايه الاخطاء اللي حصلت عندي، ايه القصور اللي كان حاصل في الدفاع، ايه القصور اللي حاصل في الهجوم. اعتقد كل ده هيتعالج، اعتقد كل ده هيتعالج الفتره الجايه. طيب لو نبدا بس بالجهاز الفني قبل ما نتكلم عن اني اقول لك طب ايه الاخطاء، طب ايه المشاكل، خليني ابدا بالجهاز الفني. تغيير الجهاز الفني بتشوفه ازاي؟ يعني الجهاز اللي موجود يقدر يتدارك الوضع ازاي دلوقتي؟ اولا في ثقه كبيره، يعني مجدي ابو المجد مدرب كبير طبعا، ممكن الظروف ما تكونش ساعدته، هو ما اختارش اللعيبه اللي موجوده، هو جه في نص موسم فمعاه عذره. هتلر وإيهاب محسن الواحد يثق فيهم ان هم ممكن يقدروا يشيلوا، لان هم متعايشين مع الفرقه مش اغرب عنهم. لا 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 لا، لعيبه جوه الفرقه، وبعدين طلعوا مسكوا فريق مرتبط، وبعدين ماسكين الفريق الاول، فالامور كلها اللعيبه واخده على بعض. اعتقد ان هم هيبقى عندهم حماسه ودفعه كبيره ان شاء الله ان هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه. اولا حاجه شخصيه ليهم، ثانيا للنادي. انا اسف، انا عندي ايه اخسره؟ ما عنديش حاجه اخسرها. العب العب وشوف الاخطاء وحلها. ولازم الحته دي هتتعالج نفسيا مع اللعيبه، مش في اثناء المباراه. صحيح. قبل المباراه ما تبدا انت لازم توصل للعيبتك انا ما عنديش حاجه اخسرها، يعني اوريدي انا خسرت بطولتين. خلاص، يعني انت بتدافع عن نفسك انت دلوقتي، عنك كونك ان انت لعيب، كونك ان انت مدرب. محتاج الفوز قد اي فرقه تانية عشان تقدر تبقى موجود. صحيح. بس هي اثبات ذات. والنوعيه دي من المنافسات او ان انت تتحط في مكان زي ده، اعتقد ان احنا واخدين عليه في نادي الزمالك. صحيح. صحيح. فاعتقد ان شاء الله ربنا هيكرمهم وهيكرمهم. خد بالك نفس السيناريو ده كان موجود في كاس الكؤوس افريقيا في النادي الاهلي السنه اللي فاتت. كنت لسه هقول الكلام ده، احمد هيطلع كان لوحده وكانت صحيح. الامور كلها ماشيه في سكه، لكن توفيق ربنا واجتهاد اللعيبه وتركيزهم هو اللي جاب لهم البطوله. فمعنى كده تركيزك الفترة اللي جاية لازم هو اللي هيكسبك. الماتشات بتخلص كام؟ يعني ماتشات الأهلي والزمالك بتخلص كام؟ فرق جون، ضربات جزاء، فرق اتنين، يعني العملية كلها بخطأ أو خطأين. لو أنا أخطأت 8 أخطاء وأنت أخطأت 6 أخطاء أنت اللي هتكسبي. طيب البلاي أوف ده مش معتمد خالص، يعني إحنا خلاص بقى ما فيش اللي هو كنا زمان بنطلع قصدي عالي عن ده نقطة نقطة ونص، كله طالع متساوي. ترتيبك في الجدول الماتشات اللي أنت عملتها الدور الأول والدور الثاني كان عشان يرتب اول وتاني وتالت ورابع. اول وتاني هيلعبوا 3 ماتشات مع بعض، وتالت ورابع هيلعبوا 3 ماتشات، فخلاص الموضوع طيب. منتهي، مفيش بايدك. طيب تعالى بقى نبدا ب نبدا من ورا كده من حراسه نادي الزمالك. شايف ازاي؟ شايف الوضع ازاي؟ يعني برغم ان مجدي عمل مباريات ولا اروع في بطوله افريقيا وما لحقش السوبر الافريقي، فلفل كمان خد في 3 مباريات مان اوف ذا ماتش بالظبط. بعد كده جم الاثنين في ماتش الترجي الدنيا ما كانتش ظابطه قوي، يمكن مجدي كان متحمل جزء اكبر من المباراه، متواجد اكتر يعني في المباراه، عدد دقائق اكتر. طيب اللي جاي ايه؟ هم حراس كويسين جدا، ما عندناش اختلاف ان هم حراس مستواهم عالي وحراس عندهم خبرات. النقطه كلها قبل ما بسال على الحارس بسال على الدفاع. يعني انا لما بمرن الفرقه بقول للمدافع انت بتدافع كان الجون وراك فاضي، مفيش جون، وبتقول لحارس المرمى انت واقف بتصد وما قدامكش دفاع. كل واحد حاطط، يعني انا ما بعتمدش على زميلي، لان المدافع اللي هيعتمد على زميله انا هعرف هوقف، فاللي جنبي بيعتمد خلاص ان انا هوقف، تلاقي اللعيب دخل ما بيننا. لكن لو كل واحد بيعتمد على نفسه وزميله هو بيساعده، يعني الاساس انت. فنفس الكلام قبل ما اتكلم على حارس المرمى لازم اتكلم على الدفاع. عندي اخطاء في الدفاع كتيره لازم دي تتحل. اخطاء الدفاع انا اسف، انت ممكن لو ما عندكش جون تكسب بس بدفاعك.
لكن لو ما عندكش دفاع وعندك افضل حارس مرمى في العالم هتخسر. ما انا ما ينفعش ان انا اللعيب يخش عليا من الستة متر ولا السبعة متر وتقول لي صد، هصد ازاي؟ يعني لو شاط عليا 10 كور هصد اثنين. ايه المشكله اللي بتقابلنا في الدفاع؟ هل ستايل لسه عندنا المشكله اللي هي في ثلاثات؟ مين اللي بطل عندك في الدفاع وكان هو مسمار النص؟ شكرا. هتلر. هتلر كان بيدافع في اثنين وبيدافع في ثلاثة وبيدافع في واحد فوق وممكن بيدافع في اثنين وواحد بيعدي من اثنين الناحية التانية تلاقيه جاري ولاحق. فهتلر لما بطل مفيش حد عوضه. وبعدين فين الحماس بتاع الدفاع اللي بيكسب نادي الزمالك الدفاع؟ للأسف البطولة اللي فاتت ما كانش فيه دفاع كويس. وبالتالي كان العملية في شوارع. النهاردة الدفاع لو اتقفل بشكل كبير جدا بعد كده نتكلم على الحراس. يعني النقطة الأولانية الدفاع. صحيح. بأيا كانت الطريقة اللي هتدافع بيها، تدافع 6-0، تدافع 5-1، تدافع 4-2، 3-3، وات ايفر، مش فارق معايا. أنت عارف الفرقة اللي قدامك ودارسها زي ما هو دارسك. عندك حد محلل بيقول لك الأخطاء موجودة فين؟ في التوقيت إيه؟ في المركز إيه؟ زي ما هو بيعمل زي ما أنت بتعمل. الذكاء بقى مين يهدم الكلام ده وينفذه في أرض الواقع؟ ما أنا ممكن أقعد أشرح 3 أيام. اللي قدامي فهم إيه؟ يعني اللعيب اللي قدامي فهم ايه وطبق ايه؟ طب نحلها ازاي؟ يعني لو حضرتك طبعا كل مدير فني وليه قناعته وليه وجهه نظره والتي تحترم، وهم كجهاز فني هم اقرب حد للفرقه. هو اللي عايش جوه الفرقه بالزبط. وهو اللي عارف مين النهارده فايق ومين لكن مش فايق. انا النهارده علشان شويه احل فكره التغييرات بعيد الاحمد الاحمر، علشان اعالج التلاتات، علشان مش عشان كذا حاجه، اعمل ايه؟ كل واحد ليه وظيفته، بمعنى ما ينفعش ان انا اجيب احمد سامح بيلعب مثلا في الباك ليفت اوديه الوينج رايت. هو ما بيرجعش في مكانه. فبالتالي الفرقه اللي قدامك انت بتلعب على مستوى عالي. فالنهارده هجمه اثنين ابتدي الراجل اللي واقف بره هيقول له في هنا حته ضعف، العب على الحته دي، وعقبال ما اظبطها هيعمل لي برضه مشكله في حته ثانيه. فانت النهارده كل لعيب يبقى لازم عارف مكانه فين. بتهاجم في الباك رايت، بتدافع في الحته الفلانيه، ترجع على مكانك. بتلعب في الباك رايت، ارجع الباك رايت. بتلعب في الهاف، ارجع الهاف. كل واحد واخد الخط بتاعه ده. صحيح. وبعد كده لما يبقى ابتدي الفرقه اللي قدامك بتبتدي ان هي تظبط نفسها، ظبط امورك. المشكله كلها مش في النقطه دي، المشكله كلها ان انا عندي نسبه لعيبه كتيره ما بتدافعش، فبالتالي اللي بره غصب عنه بيبقى محتاج ان هو يغير، فما فيش ثبات. والنهارده لعبه الهاندبول بقت سريعه بشكل كبير، والسنتره السريعه. لو بتعمل قرعه، القرعه اللي بنعملها في بدايه المباراه دي، الكره ولا الملعب؟ تختار الكره ولا الملعب؟ والاحسن ان انت تبدا تكون تغييره الباك رايت بعيده ولا قريبه؟ على حسب. هديكي مثال صغير. في ماتش الفارو ايلاند في كاس العالم 2004 احسن لعيب في العالم اللي هو خد هداف، جايب 87 جون، واحسن هاف في البطوله. في الماتش المانيا اللي قبليه كان جايب 11 جون وعامل 14 اسيست، يعني لعيب لوحده عامل 25 جون. مين كان؟ الماتش بتاعهم خلص 29-26 للفارو ايلاند. اضطرني ان بني ادم زي ده ما ينفعش اسيبه. ما ينفعش اسيبه، فعدلت دفاعي ان الولد ده يتمسك مان، حتى لو لعبوا عليا زياده. حتى لو لعبوا عليا زياده، لان ده بيعمل عليا ريسك كبير جدا. انا دخل فيها ال 11 جون اللي بيجيبهم، 7 ضربات جزاء واربع اهداف، لكن منعت عنه ال 14 اسيست للفرقه بتاعته. فانت قريت الموقف اهو. انت بالنسبه لك انت هتلاعب فرقه الاهلي. الخطوره فين؟ 1-2-3. بيلعب على ايه؟ 1-2-3. تبتدي هتبني. انت دلوقتي عندك وقت بتتمرن فيه. محضر نفسك ازاي؟ وائل تعالى انت شايل الدفاع في 3. وظيفتك كذا. فلان انت وظيفتك كذا. فلان وظيفتك كذا. ومين البديل بتاعه؟ ممكن النهارده الله لا يقدر اخد كارت احمر. ممكن اتصاب. ما بقاش واقف مندهش، فكون محضر لعيب تاني على طول هيشيل مكانه. هو ده اللي المفروض. صحيح. يعني هو ده اللي المفروض. هجوميا يمكن شويه الفتره اللي فاتت كنا بنوعيني من فكره الكره بتمشي كتير قوي، لدرجه ان انا اعترض في النقطه دي، لان نادي الزمالك مكسبه على مر الاجيال كورته عزيزه مش رخيصه. على كل الاجيال. لا انا قصدي ان هم يعني بيسلسلوا كتير، يعني بيباصوا كتير، يعني الموضوع بيتخطى الخمس تمريرات. ما بيلعبوش اكتف على الجون. بالظبط، بيتخطى الخمس تمريرات، في حين ان انت لو انت التمرينه الثالثه الرابعه خلصت وانت طيب. بتق... يعني اكتف على الجون.
يعني انا ما بفهمش زي لا 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 ما اقصدش العفو مجرد العفو بقول لا لا يعني لا انا فهمت انا فهمت القصد. كانت ميزه في نادي الزمالك وهقول لك بالاخص كان لما حسن يسري موجود مع احمد الاحمر الكوره كانت بتمشي كتير، بس بتمشي كتير بقى زي ما انت بتقولي بالظبط، بس ناحيه الجون، اكتف على الجون، بلعب على الجون واخد فاولات واكمل الهجمه بتاعتي غاليه، الكوره ما بتترميش اي حاجه. النهارده دي فرق كبير جدا، الكوره بتمشي كتير جدا بس بدون لعب بلا جدوى، عشان كده بتلعب عليكي سلبي. صحيح. العكس بقى، لو انت عملت الكلام ده وانت بتلعب على الجون هتستفاد. تطرد لعيب، تجيب ضربات جزاء، هتعمل زياده عدديه تخلي اثنين مدافعين يضموا على مهاجم ويسيب الكوره في توقيت مظبوط. هو ده اللي المفروض يحصل عشان نعدي النقطه السلبيه اللي بتحصل دي، ان انا بعد هجمتين او 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 تمرينتين ثلاثه الاقي الحكم رافع عليا سلبي، لان انا بلعب بالكوره وانا واقف مكاني رايحه جايه بدون اي فعاليه ناحيه المرمى. هي لازم يتلعب فعاليه ناحيه المرمى. عدم الاستعجال، لان يقابلها حاجه تانية، ان انت بتلعب بدون فعاليه فيتقال لهم العبوا بفعاليه، فتلاقي الكوره راحت باصه اتنين شوطه اتردت عليك فاست بريك جول. فاهمه النقطه الصغننه خالص ما بين ان انت تطول الكوره بس بفعاليه ولا تطولها بعدم جدوى ناحيه المرمى. طيب برضو يعني يعني زي ما بيقولوا كده وجهه نظرنا التي لا قيمه لها على الاطلاق، يعني وانت بنتناقش يعني شايف انه ايه احسن تشكيل لو انت بتدرب فريق يد الزمالك تبدا بيه المباراه؟ احنا مش بنتكلم على لعيبه لسه هنعرفها، انت عارفه اللعيبه اللي موجوده، عارفه في الوينج ليفت في بكار، دودو، مازن رضا، في الباك ليفت ياسين، معلش تذكري معايا برضو، في فولي، في ياسين، فولي ياسين، في للاسف هشام صلاح، لوكا، لوكا، لوكا مودي، سامح، احمد سامح، زياد حشاد، زياد حشاد، عبد الغني في الباك ليفت برضو اللي هو عبد الغني معاك في الباك ليفت، دول كانوا معايا في كاس عالم في كرواتيا. أيوة عبد الغني وحشاد، طبعا يشهد للعروسه. تخيل ان حشاد كان بره المنتخب سنتين ونص، فعلا حشاد اتجمع تجميع واحده في المنتخب بتاعه وما دخلش المنتخب تاني. انا بس عمل كاس عالم حلو قوي. ما هو عايز اقول لك حاجه، لما يكون واحد بيشتغل على نفسه ومستني التشانس بس تجيله بالظبط الفرصه. انت عارف انا اخترته ازاي؟ انا كنت بتابع ماتشات الدوري لما اتكلفت ان انا اشيل منتخب 2004 في كاس العالم قبلها بشهرين، فكان في ساعتها في نهائيات الدوري ونهائيه الكاس بتاعت مواليد 2004، فتابعتهم في شبين نهائيه الكاس شفته، وتابعت نهائيات الدوري فاخترته. فالولد لما دخل على فرقه هما بيلعبوا مع بعض. هو اصلا ابن نادي ايه؟ مدينه نصر. اوكي. وخلي بالك قبل ما يروح الزمالك انا كنت هجيب الظهور عندي، يعني أوكي. كنا بنتكلم عليه ان انا اجيب الظهور عندي. هو والجون عمر الخطيب. طبعا معروف. اوكي. فالولد لما جه لازم استفاد منه، الفرقه فيه سيستم جواها، تعالى اشتغل جوه السيستم لكن ضيف لي عليها الطابع الفردي. عايزك تشتغل على الجون اللي هي زي ما انت كنت بتتكلمي، اللي هي العب بفاعليه بس سيب الكوره للي بعدك. هكمل بقى على حته العناصر اللي كانت موجوده. عندك في الباك رايت عندك احمد الاحمر، عبد الله امام، عندك اكرم يسري، عندك حد تاني في الوينج رايت مش متذكر اسمه. في الفيروت خالد وليد، شادي، خالد وليد وشادي، معلش عذرا لو انا نسيت حد من الاسماء يعني. في الايه؟ في الفيروت. في الفيروت خالد وليد وشادي خليل. تمام. فانت عندك التشكيل واضح، الامور واضحه. اهم حاجه كل واحد يقوم بوظيفته مظبوط. يقوم بمهمته 100%، ما يقومش بيها 70%، لان 70% في كل مركز هيبقى في عندك نقص في الاخر لما تيجي تعمل التوتال. توتال قوه الفرقه. لكن لو كل واحد عمل ذا بيست، احسن حاجه في مكانه دفاع وهجوم، هتلاقي في التوتال في الاخر الفرقه نتيجتها كويسه. اللي هي بنقول عليها او انا بقول للعيبه عليها، الفرقه اللي اقل اخطاء هي اللي هتكسب. لو اخطات كتير اعرف ان انت مش هتكسب الماتش. صحيح. عشان كده لازم كورتك تبقى حريص عليها، الدفاع وهجوم. الكور اللي هي في لعيبه بتبقى دماغها شتة شويه منك، حماس ماليها، الجون فاضي وفي واحد في نص الملعب وهو مستلم الكره على السته، فتلاقيه يلعبها. طب ليه ترميها من السته على الجون هناك؟ ما تدي الراجل عند نص الملعب يبقى تاكيده للكره. هو ده اللي انت بتقعد تقول للعيبه عليه. التشكيل الامثل انا ما اقدرش اقول لك عليه، اللي يقدر يقول عليه الراجل اللي عايش معاهم جوه الملعب. انت عارفه ان وائل لعيب كويس قوي، بس في وقت دوت هو المستوى البدني بتاعه نازل، عنده مشكله في البيت فمش مركز. تلاقي الجمهور كله من بره، لا لاعب وائل دلوقتي مش فايق، هتلاقي في حد فايق. فالمدرب اللي موجود هو اللي يقول
للاسف كلنا مديرين فنيين بره واحنا بنتفرج. اللي ليه الحق بس يتكلم هو الراجل اللي بيمرن الفرقه. صحيح. هو اللي عايش معاهم، هو اللي يقول مين يعمل ومين ما يعملش. صح. هو اللي عايش وسطهم. هو الاقرب لحالتهم كمان البدنيه والفنيه والنفسيه. كده بنزعل بالزبط. من الناس ان هي بتقعد تتكلم كلام كتير. انت انا دخلت معاك، انت دكتور، انا دخلت في شغلك. لا. انا انت مهندس، جيت قلت لك والله العمود ده مايل، مش شغلتي، ما اقدرش اضيف لك فيه، ما تضيفش على راجل هو ده شغلته. بالظبط. وهو اقرب، يعني ممكن تبقى شغلة حضرتك وشغلة الجهاز الفني للزمالك وشغلة الجهاز الفني للأهلي، لكن كل واحد أقرب لفرقته وأدرى بيها. هي دي اللي أنا بقول عليها. صحيح. مهما كنت أنا حتى مدير فني ولا مدرب ولا عشت قد إيه في اللعبة، ما أقدرش أقول لك تشكيل، لأن اللي يعرف التشكيل مدربهم اللي عايش معاهم، اللي شايف حالة فلان وفلان، شايف إن اللعيب دوت ممكن يتحط ووائل مثلا لعيب الناس ما بتحبوش أو نتيجته مش كويسة. صحيح. بس في وجود لعيب تاني جنبه يعلي ممكن يقومه. بالظبط. هي دي بالزبط. المدرب هو اللي يقول كده مش انا ولا يعني ممكن ولا يبقى هاف هايل بس لما بيتحط جنب الباك ليفت ده هو ده ما مفيش مندمجين. بالظبط كده. مفيش. فعشان كده بقول لك ما اقدرش اقول تشكيل بعينه، لان انت النهارده لما تخش على اي صفحه تلاقي الناس ما شاء الله بتجيب لك التشكيل والتبديل ومين يطلع بره ونشتري مين ونبيع مين. يا جماعه الموضوع بالراحه. ده مصر كلها بقت مديرين فنيين في كل حاجه. وبعدين انا هقول لك حاجه تانية، للاسف السوشيال ميديا على قد ما هي حاجه كويسه جدا، هنرجع للسوشيال ميديا ونتكلم عليها، لكن خليني استاذنك في بريك. اتفضلي. وبعد الفاصل مكملين كلامنا مع حضراتكم، استنونا. ان شاء الله اتمنى فوز نادي الزمالك ان شاء الله 1-0 زيزو ان شاء الله. احنا واثقين فيكم انكم هتاخدوا الكونفدراليه ان شاء الله وتحققوا اللقب القاري كأس الكونفدرالية. واثقين فيكم يا رجالة، وانتم قد التحدي مهما كانت الصعوبات، بس انتم قد التحدي لانكم بتلعبوا بتشيرت نادي الزمالك. نادي الزمالك يا ممر عليه صعوبات وانتم قدها، والكونفدرالية يا زمالك. السلام عليكم. بإذن الله رجالة هتجيبوا البطولة يوم الحد مسجد القاهرة ان شاء الله، وهنفرح معكم بالبطولة في الاستاد واحنا في داركم، وما تقلقوش من اي حاجة. الدم بالروم افريقيا مش هتروح، بالدم بالروم افريقيا مش هتروح. قلبي الزمالك جوه قلبي، بقولها ومش بخاف. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين كلامنا مع كابتن وائل عبد العاطي لاعب الزمالك السابق لكرة اليد والمدير الفني لمنتخب 2008. طيب كابتن وائل، يعني لو قلنا في مباراة الجمعة الدفاع، مرة كنت قاعدة مع مدير فني أجنبي اللي هو ماتيو جارالدا، كان موجود السيزن اللي فات، مدير فني إسباني، كنت بتكلم معاه فقلت له أنت رأيك الدفاع ولا الهجوم؟ قال لي عندنا مقولة في إسبانيا بتقول في كرة اليد يعني إن الدفاع بيكسب بطولات ولكن الهجوم يكسب ماتشات. فيوم الجمعة الدفاع ولا الهجوم هو كلمة السر في المباراة؟ دفاع. دفاع. هقول لك انا دايما دايما ما قلت لاي لعيب او اي فرقه بمرنها، اللي يعرف يمنع جون يكسب. اي لعيب يعرف يجيب جون في الهجوم. صحيح. لكن مش اي فرقه تعرف تمنع جون عن مرماها. صحيح. بس هي دي كده بالبلدي، لو المقوله دي اتحطت، امنع جون عن مرماك وروح حاول تحط جون. عرفت تحط جون اوكي، حتى لو ترديت وضاعت الكره منك ومنعت جون عنك فانت هتفضل ليك الاسبقيه. كلمة السر في مباراة الجمعة الخبرات ولا صغار السن؟ روح. روح. ماتشات أهلي وزمالك ما تقدريش تقولي النهارده فلان وفلان موجودين والستاتيك بتاعهم بيقول، كل ده هتيجي على جنب، دي بطولة لوحديها. كل مباراة الأهلي وزمالك في أي لعبة هي أنت عندك أبرز العناصر في المنتخب الوطني. سواء هاندبول، باسكت، فولي، كله أهلي وزمالك. صحيح. فالنهارده ده مباراة خاصة.
النهارده انا وانت موجودين في منتخب مصر في مكان واحد، فانت عايزه تثبتي ان انت نمره واحد وانا عايز اثبت ان انا نمره واحد. فاللي عنده روح وعنده تركيز وتعاون الفرقه مع بعض هتكسب. حسم العشر دقائق الاخيره من كل شوط بيحتاج الخبرات. طبعا خبرات بسيطه، هيحتاج خبرات، هيحتاج الهدوء النفسي اللي انت مظبط بيه. انت ازاي موصل للعيبتك قبل المباراه في حاله ان انا خسران هعمل ايه؟ اللي انت مديله كل الاحتمالات. صحيح. خسران هعمل ايه؟ كسبان هعمل ايه؟ في حاله كذا هعمل كذا، في حاله كل ده لازم تكون مدي لعيبك كل الاحتمالات، ما يفاجئش بموقف داخل المباراه. ده المدرب الشاطر. عرفت توصل لعيبك للحته دي هو مش هيفاجئ باي شيء. الفرقه اللي قدامه كسبانه ثلاثه. طب في حاله الثلاثه انا هغير الدفاع، هعمل كذا كذا وهلعب على اللعيب اللي فايق عليهم. طيب انا كسبان هتهدي اللعب ومش هلعب فاست بريه. طب كسبان لا زود فاست بريه. في حاجات كتيره جدا على حسب انت محلل الفرقه اللي قدامك ازاي. وبالتالي انت بتقول للعيبتك ايه. هي دي مربط الفرس، دي اول حاجه. انت شفت ايه ومحلل ايه وموصله لعيبك ازاي. لعيبك لازم يطبق اللي انت قلت عليه. طيب جه وائل ما بيطبقش. سلم عليه وقعده جوه. اي حد تاني ينزل يكمل. لو عرفت توصل للتوليفه دي وتعمل الكلام ده هتكسب. روح انت داخل عايز تكسب. مين يجيب الجون مش مهم، تجيب الجون بأني طريقه مش مهم. لان انا شفت في الفتره الاخيره في نوعيه من اللعيبه، وطبعا انا مش هذكر اسماء، لكن في نوع من انواع عايز احط الكوره او الجون بشكل حلو. الهاندبول ما فيهاش الكلام دوت. انا مديك الحريه ان انت تشوط بكامل حريتك، ما بقولكش شوط فين. انا ليا في الاخر يتحسب الحكم يصفر الكوره جون. تحطها من ورا ظهرك، تحطها من ورا دماغك، ما بين رجلك، كل ده ما يخصنيش، يخصني هتخش جون. طبعا. بس ضيعتها، انت ضيعت مجهود فرقه كامله. اول هجمه واثنين وثلاثه في المباراه مهمين قد ايه؟ مهمين جدا، بس بتبين حاجتين. لو انا الفرقه اللي قدامي عدتني كسباني 3-0 4-0 وات ايفر، بتبين الثبات الانفعالي بتاع فرقتك. ازاي هتثبت، ازاي هتلم نفسها، ازاي هتحاول ان هي تجمع السكور اللي عليها ده وتجيبه وتكسب. مثال برضو بطولة العالم 2004 ماتش ايسلندا، احنا كانت النتيجة اول 10 دقايق 8-2 لايسلندا. الدقيقة 16، سوري الشوط الاول خلص 13-13 او 13-12. بصي بقول لك اول 10 دقايق 8-2، الحمد لله انت قدرت تلم السكور. في وسط المباراة كان فرق 5 ليه، اضطرب مني 2 لعيبة، فابتدى السكور يبقى تعادل. عرفت ربنا يكرمك ان انت تعمل ايه؟ توقف الولاد وتسيطر عليهم. فهي دي النقطه بالظبط. لو حصل الكلام ده جوه المباراه، لان في احداث كتير. بس بشوف ان ضربه البدايه كابتن وائل مهمه جدا. يعني انا النهارده لو اول 3 كور في المباراه انا ركزت انهم يجوا اجوان وان انا معليش الحارس اللي قدامي عليا، دي موافق ده مهم قوي. عشان انا لو دخلت الحارس اللي قدامي في المباراه ده هيعود عليا بوجع القلب. يعني في فرق انت بتستفزها لما بتحصل كده، وفرقه الزمالك من النوع دوت، لما بتعلى عليها جونين ثلاثه انت بتستفزها. فبالتالي انت ما تامنش هي بتعمل فيك ايه. انت بتستفز كل لعيب من جواه، فبتبتدي اللعيبه كلها تحط ايديها في ايد بعض، لا فوق، فتلاقي اللعيبه رايحه في سكه المكسب. فانت هقول لك برضو، بس ده مش هقول سر لان هو على هوا، وانا بلعب في نادي الزهور بلعب نادي الزمالك، كانت فرقه الزمالك كامله. وصل السكور لنادي الزمالك فرق 7. استفز الزمالك بقى، قعدت هادي 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 لغايه ما الشوط الاولاني خلص فرق 4. الشوط الثاني لغايه الدقيقه 15 او 16 وصل السكور تعادل. اوكي، ومفيش بقى ولا حد يجيب جون يهيئ، نايم. دقيقه 27 ونص فرق 2 ليا. وفي الاخر حصل ايه؟ اتطرد مني 2 لعيبه وخسرت فرق 2. حالات فرديه. بس ماشي اوكي، الزمالك ما بيخسرش يا فندم. انا موافق. حالات فرديه. لكن انت فهمت ده الزمالك. فهمت قصدي ايه؟ ان انت بتستفز لعيبه الزمالك. لو عليت عليهم 2-3 هتصحي كل واحد فيهم ان هو هكسب. فانت بس سياسه، انا اصل فعلا في فرق تقابل الزمالك او الاهلي انديه جماهيريه فتقابلها، مجرد ما يقعد يهيص ويجيب جون في الثاني فيبدا ايه ده، هم يحسوا ايه ده، واحنا في ايه، الماتش بيتسرق، بعد 10 دقايق فيبداوا يفوقوا. لكن دي سياسه برضه، برافو عليك. لكن برضه محدش يعرف يكسب الزمالك. مش معنى انه في كبوه فدي نهايه لا لا العالم. لا لا يعني زمالك، لكن هم كوماندوز صناع السعاده. يعني بصي يا كابتن نيره، انا اتشرف ان انا خريج مدرسه الزمالك. صحيح. ولعبت في الزمالك من 84 لسنه 2000. فاجمل سنين عمري عشتها في نادي الزمالك. اتعلمت الهاندبول من الزمالك، اللي عمل وائل عبد العاطي نادي الزمالك.
لكن في الاول وفي الاخر كلنا بالظبط، لكن في الاول وفي الاخر بيبقى في اوقات الجيل كامل وعندك لعيبه تقيله وكتيره، وفي اوقات بيبقى الفرقه فيها امبالانس. فده بيخلي ايه الناس دلوقتي في مرحله بنا، وبعدين احنا قلنا كم موسم ما عرفش يجيبوا تدعيمات، ما فيش لكن دلوقتي اعتقد الناس ابتدت تبني، الناس بتشتغل، وان شاء الله باذن الله هيبقى الموضوع خير باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. لو حابب تقول لهم كلمه اخيره بخصوص المباراه يوم الجمعه. هقول لهم شد حيلكم وان شاء الله تقدروا، انتوا بتلعبوا باسم نادي الزمالك، اي واحد ينسى هو مين، يلعب عشان المكسب. صحيح. وحابب نفس الوقت برضو فريق الزمالك كرة قدم اتمنى من ربنا ان هم يفرحونا ويفرحوا الجمهور كله يا رب. ويفرحوا مصر كلها، لان هو العملية مهمة، فيهاش اهلي وزمالك، فيها مصري طبعا، فيها مصري، الناس لازم تبقى فاهمة النقطة دي كويس قوي، ان انا بلدي، وبعد كده لما تبقى حاجة داخلية اقول اهلي اقول زمالك اقول كل ده بالنسبة لي مش مهم، لكن هو دلوقتي مهمة رسمية كأنه المنتخب اللي بيلعب، فعندهم مسؤولية على عاتقهم ان هم يفرحوا الناس دي، الناس محتاجة ان هي تفرح. صحيح. فرقة الكرة القدم وفرقة الهاندبول. صحيح، الزملكاوية عايزين يفرحوا. ومصريين عايزين يفرحوا. صحيح، صحيح. كابتن وائل نورتني وشرفتني وكنت سعيدة بتواجدك معايا جدا. أنا أسعد والله. وجود لك في كل اللي جاي بإذن الله. الله يحفظك ويبارك فيك. أشكرك. شكرا يا كابتن. أشكرك. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاة، أشوف حضراتكم وحلقة جديدة من ملوك الصلاة، وكل الدعم والتوفيق لليد يوم الجمعة وللكورة يوم الحد إن شاء الله، وكل الدعم لكل ما هو زملكاوي، كثفوا دعواتكم وكثفوا دعموكم، انسوا الشائعات وانسوا المشاكل اللي بيتم افتعالها كده قبل المباريات الهامة، وخلينا ورا فريقنا. أشوفكم على خير، سلام عليكم.